صباح الخير حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدة محمد. فيديو آخر من بيت أهلي، كما راكم تشوفوا صبحتكم بالقهوة، بريحة القهوة، بريحة أمي، يعني جو رائع. استمتعت بها هذه القهوة بزاف بزاف وفرحت كما نقولوا كراني نشرب فيها في دار أهلي. ابني تشوفوا ذا الرغوة روعة، يعني ذا لاباري تاع القهوة، دير قهوة هايلة، يعني تجي مدوزية فيها الرغوة لمحبي القهوة طبعا. أنا المهم استمتعت بها وإن شاء الله نكون شاهدكم في الجنة اللي يسخف على هذه الحوايج. ونشكركم بزاف حبيباتي على التعاليق الحلوة نتاعكم، على التشجيع نتاعكم، يعني والله يعطيكم الصحة، فرحتوني بزاف بزاف بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا أيضا درت شوية مايس لولادي باه يفوتوا به النهار، كل دقيقة جعت 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 هذا وش يسكتهم. وبعدها كانت أمي الله ربي يحفظها إن شاء الله درت لنا شوية هكذا، تغديت أنا وليداتي. وبعدها رحنا للحو، على بالكم الطفله كي تروح بيت اهلها كاين اللي يروحوا ملي يروحوا ما يخدموا، انا والله ملي نروح وانا قاعده ما تخليني ما مسكينه ندير والو. المهم كان هذاك اخر نهار قعدت فيه، يومين فقط اللي قعدت. وليت لداري، شوفوا ما وجدت لي في الساشي، كنا طيبنا المحاجب تغدينا بيهم. بعد روحت لداري دارت لي حبات المحاجب هذو، الدقيق كان شويه اسود بصح والله غير جاوبنا نهبلوا، عاونتها شويه طيبناهم كليناهم، تغديت انا ثم وجبت شويه للزوج والحمد لله يا ربي. بعدها فوت في الطريق قضيت شويه قضيان، شريت شكاره ديك هذه تاع 10 كيلو ب 20000. جوستي كانت خلت لي فلفل احمر هذا باه نرحيه، جبت كونتيتي باه نستعمله ونطيب به ونرحيه، ايضا نجرب الروبو نتاعي ولا يرحي. وقطفت هذه الوردات ايضا من الحوش، قلت نزهي بهم الكوزينه نتاعي هكذا ونتفرج فيهم. البنات نعشق نعشق نشوف حاجه هكذا باهيه قدامي نقعد نتفرج فيها نصورها، المهم هكذا نحس بلي الكوزينه نتاعي تعود فيها الروح. هذا حبيبات قاطو يعني تاع صباع العروسه، هذوك اللي خدمتهم خطره اللي فاتت، انا قلت لكم صباع الغوله خاطر خرجوا معوجين. المهم حطيتهم نشربوا بهم قهوه العشيه، حتى الزوج تاعي كان جا من العمل حطيتهم كامل. واش كان عندي حطيت منه شويه شويه وبالبركه، كل واحد بشكله يعني، ولادي كلاو القاطو هذاك تاع الحانوت وهذاك واش يقولوا المسمن ولا واش يقولوا له تاع المحاجب هذاك اللي ما فيش الحشو. وصبع العروسة كلاها زوجي، وهنا درت قهيوة طبعا كما قلت لكم، ماشي كيما تاع ماما، ماشي كيما تاع امي، بصح هذه ثاني مليحة ريحتها مليحة، الواحد ينحي بها هذيك الدوخة تاع الطريق. البنات انا كي نعود في الطريق تجيني الدوخة، تجيني القي، البنات نفشل ما على باليش شكون اللي كيفي وما نشتيش نشرب هذاك الدواء تاع القي. المهم البنات هذا هو الفطور تاعنا تاع العشية ولا القهوة اللي شربناها. رحيت كونتيتي تاع فلفل احمر، شفتوا البنات هذيك البورتمونجي دارت لي هذا الكونتيتي تاع الفلفل الاحمر، ما راحتوليش مليح مليح بصح صافا نقدر نستعملها للاكل، جا اللون تاعو رائع. وايضا اي واحد يدير حاجه في بيته يعني صحيه خير من تروح تشريها ما على بالكش واش يديروا فيها لداخل، غير اللي تكوني ضامناتو. هنا ثاني رحت ندير قرصه تاع كسره يعني للعشاء، بعدا بشريت دقيق قلت ندير للزوج يعني شويه كسره خير، الرجال كيحبوا غير الكسره يموتوا على الكسره، سيرتو القبائل البنات اللي تزوج بقبيلي توجد يديها وذراعها للكسره، ما يشبعوش لازم في الصباح وفي الليل، ما ياكلوا مطلوع ما والو غير الكسره. المهم كما راكم تشوفوا انا الكسره نتاعي سمخها قبل، يعني ما نكبش كامل مع بعضها، ندير قبل الزيت والملح والخميره ونحركهم، بعد نبدا نضيف بالماء بالتدريج. المهم حبيباتي نكمل كامل نبسسها هكذا ونضيف الماء حتى نتحصل على عجينه. والبنات كل واحد ودقيق تاعو، كاين اللي دقيق يشرب ثمثم حتى وديري الماء بزاف، كاين اللي دقيق يبقى ناشف، ضيفي ضيفي يبقى ناشف. كما راكم تشوفوا انا والله غير درتها جاريه يعني جات طريه بزاف، بصح كي حطيتها نشفت ثمثم. هنا البنات جبت هذه الحطبه تاع الكسره باه نقرصها بكري، يعني ولا غير كانوا امهاتنا يقرصوا الكسره غير بيديهم وما نبليش كيفاش كانوا يقدروا، لخاطر والله غير لذيت 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 حتى فشلوا يدي هكذاك وما تقرصتليش تمثم، بصح يعني موالفة نقرصها بيدي، بصح دي شويه صعيبه يعني لازم الانسان يكون يوالف مليح. على هذيك دائما نضيف لها شويه زيت وندهنه من الفوق ونقلبها ونقرصها تجيني اسهل واسهل. شوفوا البنات بهذه الطريقه
انا برك راني ندير فيها في الاول برك دوك نجيب هذيك الحضبه هذيك اللي كرصو بها نسيت اسمها ونسي نحلها كامل بالسمك اللي نحوس عليه على حساب يعني باش ياكل في العيله كاين اللي يحبها رقيقه كاين اللي يحبها خشينه بنات الكسره تاع اليوم درتها فقط عشوائيه يعني بعيني برك درت الملح ودرت الخميره ودرت الدقيق والزيت والا انا عندي وصفه يعني مضبوطه تاع الكسره تجي مبسه وتجي في الزيت تاعها قد خلاوتو مهتمين راح ندير لكم فيديو يعني وحده حنا البنات نخرجوا الكسره مهما تبوطناش ويعني وتجي مقرمشه شويه خطر الهواء يخرج من هذوك الثقوب الكسره تاعنا ما تجيش مشرفطه يعني البنات اليوم زعما فحلت راني نفخ ونفخ اليوم انا اللي قضيت شريت العنب لقيتو 20 في الكيلو اما لا خيرتو يعني قلت هكذا كيما هذا الحجم الكبير اللي نغسل فيهم كيما هذاكم البنات راح تخلص من كامل الأتربة اللي فيه والحشرات يعني اللي متبانش خليه يكتر وايضا البنات انا بصراحه شريت لجل اطفالي باه يديوه معاهم في اللمجه لهم الكاطو ولا ندير حاجه اخرى انا في رايي نشري كيلو تاع فواكه ما ناكل لا انا لا زوجي ونمد لولادي خير من نشري لهم بطاطا كاطو كل يوم يعني كيما قلت لكم غير نزور خرج لي قال لي قلت له عرف ما لا ما نعرفش المهم البنات شوف هذا السفرج اللي كانت انا من محبين السفرج اللي نموت فيه البنات يحبوا ايضا البنات يعني كنصيحه اللي تكون اونسيت وعندها يعني تكون تتوهم ولا تاكل سفرجل الرسول عليه الصلاه والسلام او صابيه لخطر فيه كما على بنعنا مضادات الاكسده والبيبي تاعك يجي باهي ويجي بوغوس ويجي روجي والله يا البنات غير كليته في بني صغير ما شاء الله عليه يعني جا توجه ابيض جا كروجي شويه والله اعلم البنات درت كونتيتي ثاني تاع فلفل قليتو البنات ولحتو في الساشيات لاستيس البنات بالك كامل تعرفوها انا نديرو في ساشي انا نغطيه بالساشي ونخليه يعرق باش كي نجي نكشرو يجيني ساهل ماه يعني درت الفلفل الحلو وحدو ودرت الحار وحدو كيما على بالكم الاطفال ما ياكلوش فلفل حار وانا طيبت الكسره نتاعي البنات وقشرت الفلفل وقطعته البنات وحطينا تاع الشينا مهم هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم خليوا لي تعليق حلو كيما نتوما